يا هلا والله، دائما اشرح لكم عن تطبيق مستعمل. اليوم بشرح لكم طريقة إضافة إعلان جديد في تطبيق مستعمل بعد إضافة التحديثات الجديدة لطريقة إضافة الإعلان. أول شيء نضغط هنا إضافة إعلان، بعدين توافق على الشروط. لازم تكون مسجل، يعني مسوي لك حساب في التطبيق، سهل جدا شرحت لكم سابقا. بعدين نختار الأقسام، طبعا أنا بعرض سيارتي كمثال لا أكثر، سيارة جديدة ومستعملة. بعدين نجي ماركة السيارة هونداي، بعدين سوناتا 2016. نختار المنطقة مكة المكرمة، بعدين عندنا المدينة جدة. نوع الإعلان للبيع، صاحب الإعلان المالك، حالة السيارة مستعملة، نوع الجير أوتوماتيك، نوع المحرك بنزين، نظام الدفع أمامي، عدد المقاعد يعني عدد الركاب 5، ممشى السيارة قولوا ما شاء الله 290 ألف كيلومتر تقريبا، فئة السيارة تكتب، بعدين وارد السيارة سعودي الوكيل المحلي، بعدين طريقة البيع كاش، العنوان إذا حاب تعدل العنوان، بعدين هنا تكتب تفاصيل السيارة. طيب بعدين هنا تحدد السعر، مثلا 100 ألف، تبقى قابل للتفاوض على السوم غير محدد. بعدين إذا حاب تقدم أي ضمانات، وهنا إذا حاب أنت إيش تسمح بالردود، الناس تعلق على إعلانك. حجم المحرك 4 سلندر، سعة المحرك 2.4، كذا خلاص أوكي. الآن صورة من الأمام، بعدين صورة من الخلف، حاول قدر الإمكان تكون الصور واضحة، بعدين صورة من الداخل. بإمكانكم تضيفون صور أكثر، الخدوش والصدمات عشان إبراء الذمة، صورون كل شأن السيارة. كذا إيش نسوي؟ إضافة، لقد تم إضافة إعلانك بنجاح. ترجع هنا حسابك، بعدين إعلانك، بتحصل إعلانك هنا، وبحط لكم رابط الإعلان عشان برضو أنتوا تطلعون. وإذا حاب تشتري ب 100 ألف يلا الله يبارك لك، غير كذا لا تفاوضني.